من محاسن الإسلام العظيمة وصيته بالجار والحث على أداء حقوقه والإحسان إليه. وقد عظمت الوصية بالجار حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. ومن يعرف عظم الجوار يعلم بأن الديار لا تقاس على جميل بنيانها، وإنما تغلو وترخص بجيرانها. فعلى المسلم إن أراد أن يسكن بيتا أن يجتهد وسعه في اختيار جيرانه، فإن بهم صلاح السكنى وفسادها. وقد قيل: أطلب لنفسك جيرانا تجاورهم، لا تصلح الدار حتى يصلح الجار. وهذا أبو جهم العدوي باع داره ب100,000 درهم ثم قال: فبكم تشترون جوار سعيد بن العاص؟ قالوا: وهل يشترى جوار؟ قال: ردوا علي داري ثم خذوا مالكم، لا أدع جوار رجل إن قعدت سأل عني، وإن رآني رحب بي، وإن غبت حفظني، وإن شهدت قربني، وإن سألته قضى حاجتي، وإن لم أسأله بدأني، وإن نابتني جائحة فرج عني. فبلغ ذلك سعيدا فبعث إليه ب100,000 درهم. فمن مكارم الأخلاق ومحاسن العادات وروابط أواصر المحبة وأسباب الود والألفة والمعين على البر والتقوى حسن الجوار واجتناب الإساءة إلى الجار. فالمسلم الحق الذي استنار قلبه وعقله بهدي الدين الحنيف وسار على هدي النبي صلى الله عليه وسلم سمحا مع جاره، حسن العشرة معه، لطيف المعاملة. فمن سعادة المرء الجار الصالح، لأنه من وسائل السعادة في الحياة. والسلام خير ختام. تسمو بنفحته ملائك الرحمن، وجاءنا رمضان باليمن والإيمان. من الأخلاق التي اعتنى بها الإسلام عناية فائقة، ودعا الناس إلى القيام بها خير قيام، خلق بر الوالدين. فقد أولى الإسلام بر الوالدين اهتماما كبيرا، واعتنى به عناية خاصة، وجعل برهما أعظم البر وأفضل الأعمال بعد الصلاة المكتوبة. وقد أثنى على دور الأم العظيم في الأسرة، ودعا الأبناء لبرها واحترامها وطاعتها حبا ورحمة. والبر لفظة تعم جميع أعمال الإحسان وتشمل كل خصال الخير. وعلى هذا فللبر أبواب كثيرة وأشكال عديدة، أعمال بر أوجب الله تعالى معها الشكر لهما. ويكون الشكر للوالدين على نعمة التربية ودورهما في ذلك من عناية وتنشئة واهتمام ورعاية وإنفاق وغير ذلك. ومن حرص الإسلام على إكرام الوالدين ورعايتهما جعل ذلك جهادا يعادل الجهاد في سبيل الله. فقد أتى رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يبايعه على الجهاد والقتال، فسأله الرسول صلى الله عليه وسلم: هل من والديك أحد حي؟ قال الرجل: كلاهما حي يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: ارجع إلى والديك وأحسن صحبتهما. يا أيها الأولاد دونكم الرضا في الوالدين وجنة وحبورا، مدوا رموش عيونكم ظلا على آبائكم وابن الوفاء قصورا، مدوا أمام الوالدين قلوبكم في كل درب يسلكان جسورا، إن الأمومة والأبوة منبع للحب يجري في القلوب نميرا. والسلام خير ختام. تسمو وجاءنا رمضان باليمن والإيمان. من أدب المروءة حسن إسقائك لمن يحدثك، فإن إقبالك على محدثك بالإسقاء إليه بالأذن
وطرف العين وحضور القلب وإشراقة الوجه يدل على ارتياحك لمجالسته وأنسك بحديثه. قال ابن عباس رضي الله عنه: لجليسي علي ثلاث: أن أرميه بطرفي إذا أقبل، وأن أوسع له في المجلس إذا جلس، وأن أصغي إليه إذا تحدث. وقال الحسن البصري: إذا جلست فكن على أن تسمع أحرص منك على أن تقول، وتعلم حسن الاستماع كما تتعلم حسن القول، ولا تقطع على أحد حديثه. يقال بأن حسن الاستماع قوة للمتحدث، وأن من لا يملك خلق الاستماع لا يجيد فن الحديث، فالإنصات صفة أخلاقية ومهارة لازمة ومكملة لفن الحديث. ومن أحسن هذه الأخلاق التي ترطب جفاف الحق وقسوة المنطق الاستماع الفعال والإنصات الثاقب. الإنصات الحسن والاستماع المؤدب احترام وتقدير وامتصاص لانفعالات الغضب، وتجنب لمواطن الخطأ، وسبيل مستقيم لاتخاذ القرار السديد والرأي الرشيد. حسن الاستماع يرسخ الثقة في النفس، ويردم الجفوة، ويخفف وطأة الخلاف، ويفتح المجال واسعا للتفاهم والحوار البناء. المرء لا يصافح الناس وكفه مقبوضة، فكذلك لا يفهم الناس ولا يفهمونه وأذنه مقلقة مقفولة. ليس أسهل مجهودا ولا أفعل تأثيرا في تملك القلوب من الإنصات. والسلام خير ختام. تسمو بنفحته.